تفضل. ما بدي كلوني. عفوا 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 تفضل. هذا فاقي. فاقي استاذ. من تبع اللهم عافينا. ايه استاذ. افقع شي بالسوق؟ افقع شي جيبه استاذ. عفوا استاذ. يلا روح وهجيب سيري لحدا. لا استاذ. حاضر استاذ. شوف صمام الأمام بده ينفجر ولا ما بده ينفجر؟ حبيبي جميل. فقع. مين؟ افتحوا حبيباتي. أنا مو حدا، أنا أم محمود. مبلغ في حدا. أبطارق أبطارق. مرحبا أبطارق. أهلين أهلين وسهلين. افتح افتح. خير شو بدك؟ بدي فوت لجوا. هنا مو هون. يا بعرف إنه هنا مو هون، لو هنا هون كانوا فتحوا لي الأولاد. طالما بتعرفي إنه هنا مو هون، شو بدك تفوتي تعملي؟ شبك جارنا؟ شو خايف مني؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، إلا هنا مو هون بتقلي بدي فوت لجوا. اطمن جارنا، ما راح اساوي لك شيء، بدي فوت اتناول كاسة رز واطلع. صار لهم شهرين ما وزعوا لي عاشي. انا ما بعرف وين الرز محطوط. انا بعرف وين حاططه، بعد لي هيك. شو صار معك؟ يلا ها عم دور انا. خفيها شوي. تعال دور معي. انا من الاول قلت لك ما بعرف وين انا حاطط الرز. لك شو عم تعملي؟ يلا انا جيت طالعه. لقيتي؟ لقيته. بس لقيته انا، بس سطر الرز فاضي كان. شو قال؟ يلا بطبخ لي كاسه برغل احسن ما اطبخ رز، شو بدي ساوي؟ هلا هي كاسه هي؟ شبك جارنا؟ شو دقت عينك عليهم؟ شو بدهم يقولوا هلا الجيران اذا شافوني طالعه بكاسه برغل بيقولوا عنكم بخلا. بتهمني سمعتكم انا. كتر خيرك، الله معك. هي صحي مطولة هنا لتجي، عاوزتها بشغلة ضرورية. ما راح تجي اليوم. مسافرة؟ اي نعم مسافرة. لوين؟ عالصنمين. ايه طالما هنا مسافرة الله يكون معها، هلا بنطبخ شوية برغل بنتغدى، يعني اهلية بمحلية. ما بحب البرغول. لكن انزل سناول لك كيلو رز لساوي لكم اياه. يلا ما بحب الرز. لكن شو بدكم تتغدوا ابن عمي؟ ابو طارق ابو طارق. طيب ماشي، هلا بعمل لكم لقمه ملوخيه في فروج بالفريزر، هلا بحطه بهالبروستين وبسلقه، بتلاقي ثواني بيتنهنه بيروح نيفه. انا ما بحب لا الملوخيه ولا المنهنه ولا النيفه. لكن شو بدكم تاكلوا؟ ما بدنا ناكل شيء. بتضلوا بلا غدا؟ نطلع نتغدى برا. برا بتعمل زينة العقل. ليش الطبخ والنفخ والتعب ووجع القلب؟ الغدا برا اريح واطيب واشرح. بعدين انا صار لي زمان ما اكلت بالمطاعم، اكثر من سنتين. لا يو شو سنتين، قول ثلاثه قول اربعه قول خمسه، لا لا سته. وينك؟ رح حط البرغلات عندي انا بالبيت وغير ثيابي واجي ما بطول. ايه الله معك. ابلي قالت ايدي بالمطعم. بابا صحيح رح نروح على المطعم اليوم؟ ليش لا؟ نتغدى برا. خطه جديده بجوز تنجح. اكيد بتنجح. يلا بابا فوتوا البسوا، بس تجي الماما بنروح سوا. يلا غيروني. تعرف ليش
ليش البابا بده ياخذنا يغدينا بالمطعم؟ ليش عبقر زمانك؟ مشان دفتر يلي فوق اللي مسجله. وشو علاقة دفترك بالمطعم؟ اكيد في علاقة. وشو يلي مخليك متأكد من هالعلاقة؟ ما فكرت ليش وصلنا اليوم الصبح بسيارته على المدرسة؟ وما قلت لحالك ليش عطى لكل واحد 10 بدل 5؟ صحيح ليش؟ انت بتعرف؟ يعني نص على نص. ليش يعني نص على نص؟ ليش مو كل على كل؟ البس البس وحاجات الفصحى. وينو البوت؟ وينو؟ ليكو حدا بيلبس البوت قبل البنطلون؟ وخيروني ابن العم. الله يطعمكم مثل ما طعمني. رايحة على المطعم أنا. عليها الخزانة كمان. رني قد ما بدك رني، ما رح افتح. رني. معقول يكونوا سبقوني؟ شلون بيسبقوني؟ انا شو بيعرفني على انه مطعم بدي لاقيهم؟ انا الحق علي ضروري البس واتغندر لحتى تاخرت. بعدين حتى لو تاخرت المفروض ينتظرني، ولا شاطر يعزم وبس. يلي بده يبزو ما بده يلعس. بسيطة يا أبو طارق، ما بتيجي مرتك من السفر أنا بدبرك. هلا حبيبتي جيتي بوقتك. خير شرطنا في شيء؟ أول باشتان الحمد لله على سلامتك، تاني باشتان إن شاء الله ما تكوني تعبتي من السفرة. سافرتي؟ ليش أنا وين كنت مسافرة؟ على الصنمين. لا أنا ما كنت مسافرة بمحل. يعني ما طلعتي جولة برات البلد؟ لا أنا جولتي كانت جوا البلد. بعدين مين قالك أنا كنت مسافرة؟ جوزي. امتى؟ هلا من شوي. وين شفتي؟ جوا عندكم بالشقه. اللي جميل اجى من الشغل؟ اجى، كان هو والولاد جوا. بعدين شو هاد جارتنا؟ شايفتك لابسه ومتلبسه، لوين رايحه؟ رايحه اتغدى بالمطعم. ايه بيطلع لك. ابقى تذكرينا. هنا هنا هنا، لا تدقي لي الباب، جوزك مو هون. هلا قبل شوي قلتي لي هو والولاد جوا. كان وراح. لوين راح؟ راح على المطعم، اخذ لولادي غديهم. على المطعم؟ متأكدة؟ طبعا متأكدة، هو اللي قال لي. ايه بجوز حاكم جميل هاليومين متغيرة كل طبعه. ما زال اخذ الاولاد على المطعم وانت حابة تروحي على المطعم، ليش ما رحتي معهم؟ هلا على الطريق بحكي لك. أنو طريق؟ ليش ما بدك تلحقيهم؟ اكيد بتعرفي جوزك بأنو مطعم بحب يتغدى. طيب خليني فوت غير ثيابي بالاول بعدين بنروح. انتظريني هون لا تتحركي. فعلا ما في حدا ام محمود؟ لفوت غير ثيابي لك. كلام منيح اللي ما تاخرتي. هذا انت هون؟ ببالي سبقوني لانه دقيت الباب ما حدا فتح لي. صحيح جميل بدك يعني نتغدى برا؟ هي اقترحوا علي انه الواحد ضروري يغير جو بين الفترة والتانية مع عائلته. ايه تلم تما اللي اقترحت عليك، قصدي اللي اقترحوا عليك. ايه ها من زمان اتغير يا رجال، طول عمري بلا خلينا نتغدى برا. بتلي ما بحب اكل المطاعم، مهلوني 5 دقايق بس. الاولاد جهزوا؟ اوضتك عم يلبسوا. وانا لابسة وجاهزة ابن عمي ابو طارق. ما بدك تفتح لي ما؟ الله بعت لي مين يفتح لي. تفضلوا. شو بتحبوا تاكلوا؟ انا مو فارقه معي، المهم ما اطبخ. اسال الاولاد شو تاكلوا. بابا طبخ ولا لحمه؟ اذا خلقنا من الطبخ ابو طارق، بعدين الطبخ امتى ما كان بنقدر نعمله وبيطلع اطيب بالبيت. اما الشقف والكباب والمسبحه والحمص والفراريش قد ما اعتنينا فيهم ما بيطلعوا اطيب من المطعم. انت ما حدا سالك؟ ايه بابا شو تاكلوا؟ انا بدي طبخ. وانت يا بابا؟
حيلا بابا، يلي بتطلبه أنا باكله. جميل، خليهم يجيبوا لنا صحن فريكي وصحن مشاوي مشكل وكل واحد بياكل على ذوقه. لك يسلم هالتم، أنا كنت هيك بدي أقول بس استحيت. حيا الأملي برأس القراع. شغلة وأنا ما بدي إياها تكبر، بس كمان إذا قمت معناتها أني قبلاني بحكيه. ما رح أم وخليها تكبر قد ما بدها، ما بيصير يقلي هيك. بس أخطي بيكون جوعان، إيه خليه يموت من الجوع. باي أنت ما رح تقوم تغديني، معناها زعلانة. إيه بس والله ما حق تزعل، يعني ما كان لازم إلا الباب بيفوت جمال. بس أنا قلت له يا جميل بعدها أحسن شيء أم راضية بكلمتين وخلينا نفض هالمشكلة ونتغدى. طيب بركي قمت لراضية وما رضيت، هيك بصير موقفي ضعيف كتير. رح أتركها للمساء، وإن ما رضيت لحالها ساعتها براضية لأقوم شوف شو في أكل بالبراد وآكل، رح موت من الجوع. جميل، قل له للكرسون يجيب لنا لحمة. ليك وصح الفريك مثل ما هو، هذا مين بده يدولقه؟ يدولقه؟ أنا باكله. قل له؟ هلا أنت شو بدك؟ اللي بده يزيد يزيد، المهم هلا جيب لنا لحمة. لا تخاف جارنا، ما بيزيد شيء. إذا زاد شيء باخده معي على البيت، بقصد بناخده معنا على البيت. برني ابني محمود مثل ما بيقول بخور فكان، تيك أول، دغري بأشقش، شوفي على الطاولات بأخذ. جاتنا معلش خليهم للولد الصغير، انا بستنى. هلا مدام شريف. مرحبا استاذ جميل. اهلين اهلين مدام نجاح. اهلين المدام. عم ياكل ومو هام. طيب على المقلي اللي تفضلي يا لطيف، ما أقسى قلبه. هلأ بس يخلص بدي يفوت أقلي أحلى بيضتين وآكلهم. ريحة البيض بتغوى بالقلب. دايما جارنا. تحوا هلا أم محمود، إذا لازمك شي بطلب لك. لا تقبريني، شبعت أكلت عن جمعة أنا. تحوا هنا على قلبك يا هنا. خالصين أستاذ؟ خالصين إيمو. تركوا هذا صحن الفريكة، تركوا. أنا عندي القطاط بيحبوا كثير الفريكة، خاصة إذا كانت معمولة بلحمة موزة. تعال زق لي إياها هون، تعال الزق تيك أواي. أوان ما بدي أشوفك. أوان زق. خبزات كمان؟ لا خبزات عيب سليم، عيب. هدول مو إليك، هدول مني للقطاط. ايه هاي اذا كان رفض قطاط. والمخللات؟ ايه هات مخلل، يبلي بيقتلوا هذا القط اللي عندي شو بيحب المخلل. هات شكرا. شو
الله انبسطتوا ماما؟ كثير. شو لازم نقول للبابا؟ دايما صحتين وهلا. يلا بابا الله يرضى عليكم، تفوتوا على اوضتكم تكتبوا وظايفكم، ما بتطلعوا لتخلصوا نهائيا، واذا احتجتوا لاي مساعده انا جاهز، رقبتي سداده ارجيلي. يلا بابا يلا. تي 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 رقبتي. دايما ابو طارق صحتين وهنا، ان شاء الله انبسطتي كثير. يعني ما في شيء زعجك هيك او هيك لا سمح الله؟ ابدا، ما في غير ام محمود زعجتني لما قعدت تلم الاكل البقيان عن الطاوله. لك ما تذكرت نجاح منو؟ ايه جميل، عندك موعد شي اليوم؟ بلشت تسألني عن مواعيدي. خير حبيبي الله يبسطك يا رب، في شي؟ لا بس بحب قلك انه انا حر، بقعد مع مين ما بدي، بتغدى مع مين ما بدي، وبتعشى مع مين ما بدي، ما بيصير تتدخلي فيي، انا حر، عيب. طبعا انت حر وانا مأمني عليك، وين ما بدك تروح روح، بعرف شو عندي، بس يعني جميل عم قول لحالي اذا ما عندك طلع اليوم بدنا نروح لعندها. روحي انتي. انو مها هي اللي هيك ولا اللي هيك؟ اللي اجت زارتنا مع جوزها ما هي بذاتها، قال متخانقه هي وجوزها وطلبت مني نيجي نصالحهم. جميل الله يخليك، روح معي تعباني علي مها. ايه بروح ليش ما حتى ما روح. السعي للصلحه عمل خير، وانا بموت بعمل الخير، خصوصي مع رفقاتك الحلوين اللي شعراتهم طوال واللي طلتهم غير طله وهبتهم غير هبه. عم تحكي جد؟ أنا جد فيون. إنك رح تروح معي؟ قال فكرت انزعجت لأني عم بتغزل برفيقتها. أنا ساعة من الروح؟ يعني على الساعة 9 منروح عبكير ومنرجع عبكير. إيه لا بس من هون للساعة 9 في وقت طويل، وبجوز تبطلي تروحي. يا وليش لبطل؟ يعني بجوز يجي حدا لعنا، بجوز نتخانق. أكيد رح نتخانق ويصيبنا مثلهم، صير بدنا مين يصالحنا. لا تطمن حبيبي، ما رح نتخانق أبدا، نحن مو مثلهم، أصلا هن ما تخانقوا غير من صغر عقلة لمها. قال شو؟ غيرانة عليه لأنه حكى بنت خالتها كلمتين حلوين، بشرفك مو مجنونة؟ عقل صغير. تسلمي لي أنت يا عقلة، يلي كلك عقل، يلي بتوزع عقل على نسوان البلد كلها. لكن حبيبي لكان العقل زين للبني آدم. ايه ما بكون جميل الحمصي اذا ما طيرت لك عقلك. اذا بدك ياني روح ما بروح الا بهذا القميص، بدك تغسلي وتكوي. ليش لا اغسله؟ فوق فوق. ايه ما حلو يتوسخ حبيبي، امبارح غسلته ونظفته. بلا توسخ. ماشي الحال، فوت البس قميص جديد وبكره اكيد اكيد بغسل لك اياه. ما بروح الا بهذا، وهذا بدك تغسليه هلا. يعني عيني مثل ما بدك، فوت اشلح وحطه جنب الغساله لغير ثيابي بغسل لك اياه. بدك تغسلي القبة؟ تمعكية منيح إلا ما تزبط هلا، فركية للقبة أبدا. مبينة هلا بدك تجربيها. أنا القميص صار على الغسالة. يلا لا خلص بغسل لك يا. أنا بدي نام ساعتين، أعكن حدا يفيقني. ها جربنا للغيلة. هلا بس تصير عن جد رح يبزوا عيوني. أي جميلة مني أمر حبيبي. انه الله يرضى عليكي بدي نام ساعتين ما حدا يزعجني. ها اي بتأمر امر، هلا بخبر الاولاد ما حدا بيفتح تمو بكلمه. شو ما صار ما حدا يفيقني، بدي نام. اي بتأمر امر، في شيء ثاني؟ ناهي ناهي، اذا بيصير زلزال براكين، اذا بتطق مراره حدا من الغيره لا حدا يزعجني، بدي نام. حاضر. شو ما صار بدي نام. حاضر، في شيء ثاني؟ غسلي لي القميص. حاضر. من القبه. حاضر. هلا رح تقوم القيامة وما تقعد، رح يتحرك الانهدام الافريقي الاسيوي.
ايه صرعني بقصة القميص تبعه. ماما ماما. نعم شو بدك؟ ممكن تيجي تسمعي درس القميص؟ ماني فاضي، بدي احط ابوك بالغسالة، قصدي قميص ابوك. ماما؟ ايه. هلا بعدين بتغسلي القميص، تعي سمعي درس القميص، لأنه عندي دروس كثير، قراءة، قصة وتعبير. ماشي، يلا شرف الدم. شو عم تساوي؟ مثل ما لك شايفة حفظ كل لعبة. ولا عم تفكها؟ بتعرفي شلون مركبة؟ مشان إذا بتزعق على تصلحها. يعني هلا ما تزعي؟ لا ما تزعي. شلون بدك تركبها لهي؟ الله لا يعطيك العافية على هالعمة، خربتها. لا خربتها ولا شلب، رح ارجعها مثل ما كانت. ارجعها لشو؟ هات أمي. ليكو خلصني أنت الثاني. الموطن الأصلي للشعب العربي، الموطن الأصلي للشعب العربي هو شبه الجزيرة العربية. هلا وقت تدرسوا. يلا احسن خليها تدرسون، لانه اذا حبكت المقاتله ما عاد يقدروا يدرسوا. برافو عليك حافظة. وانت ما عم تعرف تركبها ما هيك؟ ضيقتيني خليها، عم بعرف ركبها وعين الله علي. بتعرف اذا ما رجعت اللعبه مثل ما كانت بحياتك ما عاد تشوف وحده ثانيه، فهمت؟ ارجع. راحت تغسله. هلا بدها تغلي القميص، لك مو بس القميص كله بدها تغلي. غلي هلا. شو ها؟ يعني لو ما بعرف شو عندي كنت قلت هي آثار حمرة شفايف. تقبر قلبي على الريحة. هذه خور فكاني مدينة السحر حيث طاف بها الجمال. طاف يعني دارة، أي حامة حولها، مو طافة مثل ما بتطوف بللي عقب تنزل عندي تصي منيح تعي. يقبر قلبي ابني محمود، هون شركته قال بيشتغل مدير إنتاج وهون ساكن. ليك الشقة شيتو شفتيها؟ يقبر قلبي بيشتغل مدير إنتاج، قال ما بعرف. الله يخلي لك ياه، ما قلتي لي وين كنتي الظهر؟ دقيت عليك الباب ما لقيتك. رحت اتغديت بالمطعم. تغديتي بالمطعم؟ ومع مين؟ مع مين يعني؟ مع جارتنا هناء وجوزة عزموني. تعرفيني أنا ما بحب أكل المطاعم، بس شو بدي ساوي؟ أجبروني، حلفوا علي ميت يمين وميت عظيم إني أنا روح معهم. ما رضيت، حاولت اعتذر وهيك ما قدرت، جروني جر من بيتي. قمت رحت. وشو أكلتي بالمطعم؟ ما دقت الأكل، قلت لك ما بحب أكل المطاعم. بعدين هن ما طلبوا شي بيتاكل وما كتير، يا دوب شبعوا الاولاد. يا لطيف شو بخلا، لك مالهم قد الحمل، ليش لحتى يغصبوا الناس ويجرجروهم من بيتهم؟ اما صحيح انهم بخلا وما عندهم ذوق. يمينا من سيرتهم هلا، قلتي لي اجيتي لعندي شو كان بدك مني؟ اجيت اعطيك ال100 ليره، اجت الدرس الاول لسهام. هاتيها بسرعه لقوم حلقها من الدفتر. مش انتي مسجلتيها؟ طبعا مشان ما انساها، بعدين بتروح علي. لك ما بتعرفي لك مطرمخ هالمثل شو بيقول؟ شو بيقول؟ كل سر اذا جاوز الاثنين شاعة، وكل امر ان لم يدون بالقرطاس والقلم ضاع. هاتي هاتي المية. تفضلي وقومي قوام شطفيها قبل ما تنسي وتسجيها علي مره ثانيه. معلوم. خبرني اجت الرزق. دك بدك ما بدك قلبي وجه لعبة بيدك، كنك على جهازي ناوة، قولي لي وجه وردك وجه وردك وجه وردك. نشوف المخلوقة شو صار فيها. أيوة ألو. بعد حمى ما أغلظه بعدين معهم. هاد طولان. مرحبا مدام هنا. ولي سودا عم تتخانقي مع جوزي؟ يا سودا اذا بتتخانقي ما تبيضي. يا سودا بحكي معه على لاسلكي، بلكي ما بيلقطه بيطلع لي. تيك 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 تيك. الو. ايوه تاكسي المحبة. تاكسي المحبة والغرام والعشق والهيام. مريم مدام.
ما أغلظك. شايف لهلا ما صار شيء، لأيامي ما قامت. معقولة تكون ما غسلته؟ إيه معقول. لا لا لا، طيب معقول تكون غسلته وما انتبهت؟ معقولة؟ لا، طيب معقولة تكون غسلته وانتبهت وما ساوت شيء؟ ولي إذا هيك؟ لا، معنا وقت، من هون لساعة ينجلي الموقف. وقفتي؟ دوري دوري، بعت لك حمى دوري. ألو؟ ألو؟ أهلين هنا. طمنيني شو الأخبار معها؟ على حطة إيدك. طيب بسيطة، إن شاء الله على خير. ما بدك تنفذي اللي اتفقنا عليه؟ إيه طمني، حكيت لجميل ووافق يجي معي. بس لا تتأخروا، من شان الله رح حابس حالي بقط النوم. لا ما رح نتأخر، جميل هلأ نايم، أول ما يفيق بنيجي لعندك. ما بدي وصيكي، بدي القصة تفرط اليوم. قولي إن شاء الله، رح أعمل كل جهدي. هنا؟ مشان إذا نعيم ضايقك بشي كلمتين لا تزعلي وتتركيني وتروحوا، استحمليه مشان خاطري. تكرم عينك، رح أتحمله عقد ما بقدر، مثل ما بتقول أم كلثوم، إنما للصبر حدود. عم انتظركم، لا تتأخروا. هيك لك يعني يا مها يا بنت الدربكة، ما خليتك ترقصي رقص، ما خليتك تعرفي من هو نعيم الحلس. عم تستنجد برفيقتها. معلش تستنجد برفيقتها مو مشكلة أبدا، بس بعد زيارة رفيقتك مين بدها تستنجد؟ شو هالضحكة هي؟ سمعنا أنا قبل مرة غليظة. خلصتي؟ انت قولي قلبي يعطيك العافية. هي القميص انغسل ورح ينشر وما قامت الدنيا، امتى بدها تقوم؟ بس ينكوي قلبي اللي رح ينكوي. تعي يا حلوه تعي. لا لا اعطيني بوسه. خود السودة لك، البيضة لي. ما بحب البيضة مسلوقة. يا أمر قلبي عم يحلم. خلي يحلم مخطي، لسه بكير، خلي نايم لسه بكير. يا أمر قلبي عم يحلم، خلوني نايم. وبعدين مع القصة شو بدي ساوي؟ ما عم تتلحلح، معناتها ما في غير. لا اكيد هي اجت تسالني، بس لقيتني نايم وعم بحلم قامت اجلت السؤال. إيه شو عليه اذا ما سالتني؟ انا بسالها. بعدين سليم شو صار معه؟ ما عرفت ترجعن محلهم مثل ما فكيتهم ولا عليه العوار؟ هي لا تخيليني، هي تشوفي بعينك. شو شايفه ما اشتغلت؟ ما بيصير، لازم تشتغل. أنت متأكد إني رجعت كل قطعة لمحلها؟ أخ منك أخ، كان ضروري تفك قطعة قطعة مشان تعرف كيف مركبة. هي انتزعت وما عرفت شلون مركبة. يبقى لحمة على هالنسوة، نسيت حط البطاريات. هي اشتغلت. إيه ماشي، هلا بتحطها فوق الخزانة وأوعى تفكها مرة تانية، فهمت؟ حاجة. إيه ماما طاري، خلصت دروسك؟ إيه ماما خلصت. لكن ساعد لي أخوك بدروسه. إذا رضي. وليش ما يرضى؟ أوقيت بيرضى درسه، أوقيت بتنح، ما بيرضى درسه بالمرة. غصبا عنه بده يرضى، أنا مالي فاضي بديكوا قميص أبوك. سليم جيب دفاترك وكتبك وعود جنب أخوك مشان يدرسك. أوه أنا كم مرة قلت لك لا تطلبي مني أكثر من طلب دفعة واحدة؟
ليش شو طلبت منك بعدي؟ ما قلت لي ضب اللعبة حطها فوق الخزانة؟ حصل هالشي. وهلا عم تقولي جيب كتبك لعند اخوك لحد يدرسها. هاي صاروا طلبين. ما فيني لبي طلبين دفعة واحدة. اعتمدي يا هاد يا هاد. بدك تلبي الاثنين، أول شي بتاخذ اللعبة بتحطها فوق الخزانة، ثاني شي بتاخذ كتبك بتقعد جنب أخوك مشان يدرسك. ثاني مرة بتنطريني لحتى لبي الطلب الأول، بعدين تطلبي مني لبي الطلب الثاني. حاجتك فلسفي وعمل مثل ما عم قلك. يا ريت أبوك مثلك تقبر قلبي. بلحق. شلون بدي شربون قهوة؟ ما في بن. البيت بحاجة إلى بن. كتر الهيلات. برازيل كله لهول. نور عيني روح قلبي حياتي حبيبي. عشان يجيب قهوة معناتها حسب غلطته. جميل يا جميل جميل صبطيت جميل. قول حبيبي ما بدنا نروح لعند الجماعة نصالحهم. غسلي لي القميص. غسلته وكويته وجايبت لك اياه مشان تلبسه. مو نطفان. شلون مو نطفان؟ لكان وسخ اصلا من الاول نظيف. اجيني لشو؟ تفضل. لا لساته وسخ. شو وسخ؟ ايه مثل الفله. شو على كيفك؟ لساته وسخ شو فيه منيح؟ ما في شيء نظيف وعين الله عليه. لك ارجيني ليكو كله وسخ خيم سكي. شو في القبه؟ شبه القبه؟ القبه قبه هون هون شو فيها؟ نظيفة. لا مو نظيفة مالك شايفة ها؟ في آثار بقعة هون مسكي. هلا ما في شي، كان في آثار حمراء قبل. شفتيها؟ طبعا شفتها، كانت واضحة مثل عين الشمس. خلصني جميل. معليش أنا، أوعك يروح فكرك لبعيدة، أوعك تفكري إنه هي روج أو حمراء أو شغلة إلها علاقة بالنسوان لا سمح الله، أنا يعني طول. لا حبيبي لا تكمل، لا تكمل، مين اتهمك أصلا؟ أنا بعرف شو عندي تقبر قلبي. يا جميل شو صار لك حبيبي جميل؟ هلا كان بعقله شبه مين اجى لعنا؟
وبتحبي شغلك كثير. شو بيقول كمان؟ وإذا بدي أقول لك حلوة كمان بكون عم بكذب عليكي. ومريحتي كثير بالشغل. أنا كثير بيسعدني أسمع من حضرتك هذا الحكي، لأنه الأستاذ جميل ما بيقول لي، يعني أنا كنت فكرته مو مبسوط مني. عفوا مدام، أنا قلت شي بضحك؟ أنا آسفة أمل، أنا بس تذكرت شغلة. على كل هي عرفتي رأي مديرك فيكي، هذا الشي لازم يزيدك نشاط واهتمام بشغلك أكثر. واوعى تفكري انه جميل رح يمدحك او يدلليك. جميل ما بيحب يدلل حدا، هذا طبعه، حتى انا ما بيدللني. الحقيقه انا جايه بدك تقابلي جميل، ما هيك؟ اذا ما عندك مانع. وليش ليكون عندي مانع؟ جميل المدير وانت السكرتيره، وبعدين شايفتك حامله اضباره، معناتها بدك يالا شيء ضروري. صح، حضرتك ذكيه جدا. الاستاذ جميل طلع بكير، وبعد ما راح رح نادي لك لجميل وانت بتشرحي له، ماشي؟ عن اذنك. إيه مدام أريد منك شغلة بس خجلانة. لا تخجلي، تفضلي. حمرتك باهتة أم فاقعة؟ وانتي شو شايفة؟ باهتة. ايه خلاص، رح نادي لك لجميل. هلأ فهمت، هي بتحب الباهت وهو بحب الفائع، عم جب لها الفائع مش عم تحط منه. شو جاب هاي هلأ؟ شو بدها في وطي صوتك. شو جاب على بيتي؟ شو بدها؟ ايش بعرفني؟ هي اجت لتشرح لي، قلت لها ما بتحكي شيء ليجي الاستاذ جميل وبتشرحي له بعدين، لو ما بدها ياكل شيء ضروري ما اجيت روح. يعني مو همك، اجت والله جابها. ها؟ يعني تذكرت، انا قايل لها انه تمدل عندي على البيت في شغل ضروري. نشيطة السكرتيرة، نشيطة ولقطة ومتفانية بعملها، هبتها غير هبة. قوم لكن اعطيها تعليماتك، عيب المخلوقة قاعدة لحالها. بعرف انه المفروض اعطيها التعليمات بالمديرية، بس انا اليوم ما فضيت حك راسي، كله مراجعات اليوم، عندي مراجعة فايتة، مراجعة طالعة، فقلت لها تيجي لعندي على البيت. الله يعطيك العافية يا رب. يعني اذا انت ضايقتي من جيتها بامكانك تطلعي تقولي للاستاذ جميل مو فاضي، روحي على بيتك، هو بكره بيعطيك التعليمات بالمديرية. لا حبيبي ليش لا تضايق، هذا شغلك وانت ادرى فيه. صح بس يعني شو يعني؟ لا يعني ولا معني، المخلوقة قاعدة لحالها ما حلو. جميل اطلع. ما بخبي عنك انا ترددت قبل ما قلها تجي على البيت، بتعرفي مشاعر الزوجة لما بيكون زوجة مدير وسكرتيرته الحلوة بتجي لعنده على البيت، بجوز تتضايق او تغار هيك شوي. هلا هي حلوة، هاي مسروعة، بعدين حبيبي انا بعرف شو عندي. بتعرفي يعني مو هامك ما؟ لا مو قصد مو هاممني، بس قلت لك بعرف شو عندي. طيب طالع لعنده. هيك بدك تروح؟ شلون بدي اروح لكان؟ ما بيصير، البس الطقم وبعدين اطلع لعندها، اسمنا رايحين لعند مها. لا ماني طالع غير هيك ونكايا فيكي. بعد هيك انت شو جابك؟ اهلين اهلين اموله. ايه عرسي امان، هاي الاستاذ جميل، انا بستاذن لشوفوا الاولاد، خذوا راحتكم. انت شو جابك لهون؟ استاذ انت بعد ما طلعت من المكتب اجت بعض القرارات المهمة، فقلت لحال يعني تطلع عليها. هاتي لشوف هدول اللي اجوا. قلت لحالي ها هي كلها ما فيها شيء، بتستنى لبكره. امسكي يلا بوشك على بيتكم، وبكره حسابك بالمديرية. عينك هي المبينة لا فردي لي الكباش يلا. أنا كمان فقلت لحالي ما في فايدة مع المرأة. مين إجا جميل؟ ما حدا. وين سكرتيرتك؟ راحت. لوين راحت؟ خلصت شغلها وراحت. من غير ما تشرب قهوة؟ مو ضروري تشرب قهوة. لا تكون زعلتها جميل. شو قصدك؟ شو قصدي؟ يعني الواحد لما بده يحط سكرتيرة بحط سكرتيرة حلوة، مشان إذا تصبح بوشها يعرف يشتغل. معك حق. لازم الواحد ينقي سكرتيرة حلوة، النشاط والتفاني بالعمل ما بيكفوا، لازم تكون حلوة مشان يعرف يتصبح بوشها.
واذا تصبح بوش حلو بسلطين وبيعرف يشتغل راح جيب سكرتيره حلوه. ايه ها من زمان حبيبي اسمع كلامي. يلا حبيب قلبي قوم البيت هلا ما منلحق. والله لخليكي تركضي وراي وما تلحقي كرمال القمر اللي جاي يزورنا. شلون ما خطرت لي؟ شو عرفوا نعيم انه في حدا جاي يزورنا وقمر كمان؟ معناتها بيعرف انه هنا جاي لعندي. منين عرف؟ معناها قريتها. ماما تعالوا لكم انا رايحه انا وابوكم. لا بدي اياكم تتخانقوا ولا تفتحوا الباب لحدا ولا بتخربوا البيت. اذا حدا اتصل بالتليفون اسالوا مين ولا تشعلوا السدرات. نعرف الاسطوانه حافظينها. يلا هناء يلا حبيبتي هلا بكون رفيقتك ما عم تستنانا تاخرنا. عجيبه. شو العجيب؟ يعني لهفتك لتروح لعند رفيقتي. لا لا يروح فكرك لبعيد. انا رايح مشانك اذا بدك ما بروح. ها لا تعال هون يكبر شانك ان شاء الله. بس يعني مبسوطه كثير انك عم تتغير. مثل ما وصيتكم ماما ماشي؟ طمني ماما روحوا الله معكم. حبيبات قلبي خبيني الشوكولاته. ها تكرم عينك. شبك جميل؟ ما في شيء. شلون ما في شيء؟ لا في. عم اقول لك ما في شيء. ايه ما بدك تقول لي انت احر، بس اذا طلعت بوشك بالمرايه بتعرف انه معي حق اسالك. هي طلعت شبه وشي طبيعي. لا واضح. لا تكون متضايق مشان الاضباره اللي جابت لك اياها السكرتيره. منيح اللي تذكرتي تساليني عن الاضباره وعن زياره السكرتيره. يو تقبرني، ما بتعرف انه انا ما بحب اتدخل بشغلك، فليش لاسالها؟ هنا لا بدك تحكيها. بعد هيك انت الثاني. طب والبالك؟ ايه استاذ نعيم انا رح ادخل بالموضوع مشان تكون القعدة حلوة ورايقة. اساسا هي القعدة حلوة بوجودكم، ما اخي جميل كله قاعد معنا. تسلم يا رب. بصراحة انا حكيت لي مها انه في خلاف بينك وبينها، وانا وجميل جايين نلفض هذا الخلاف وناكل حلوان الصلحة، فشو رأيك؟ بتأمري امر انت، تأمري امر. اخي جميل بفصل وانا بلبس واللي بيشوره انا ابلان فيه. تسلم، الله يقدرنا على فضه للخلاف. جميل. الله يسلمك. على راسي. اسمع اخي جميل. نعم. نحن من يومين اجت زارتنا بنت خالتها لمها من بانياس زياره يومين زمان. في شيء هالحكي؟ لا. طبعا انت بتعرف انه اكرام الضيف واجب، مزبوط؟ مزبوط. والمثل بيقول لا الي ولا تطعميني، صح؟ صح. اكيد اكيد. واساسا انت ما عندك غير الكلمه الحلوه تقولها بوش ضيفك. بتاكد على كلامي؟ باكد على كلامك، تفضل كلمي. نعم. اسمع القصه بقى. اول ما اجت بنت خالتها انا استقبلتها بوش حلو، ومو بس هيك حليت لساني مشانها. بجوز انا اكون زدت على لساني قطعه سكر، بس هذا الشيء غصب عني يا جماعه، لانه وشها حلو كثير، كلها حلوه كثير. بوصف لكم قدها، جسم مثل الخيزران ممشوق. بتحطي الخاتم من فوق يا مدام بينزل لتحت، ما في شيء بيوقف بطريقه لا من قدام ولا من ورا. رقبه كريستال بلور، بتشوفي المي وهي نازله فيها. عيون سود هالقد قدن مثل كحل الليل، كبار وحلوين، احلى من عيون المها ولا حواجب، امضى من حد السيف، بيجرح وجرح اخي جميل، بيجرح وجرح. ولا انف صغير هالقد قدن، مو كبير هالقد قدن مثل البيت انجاني. بتحتار بتحتار منين بتاخذ النفس هالمخلوقه. ولا تم 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 يا لطيف هالقد قد صغير مثل الفستقه مثل الفستقه، بس عاشوري ما الحلا بتقول معجون عجن بالسيليكون. بقى كيف بدك تشوف هالمنظر وتضلك ساكت خرسان؟ كيف انت بتقدر تسكت شيء؟ انا لا، ربنا سبحانه وتعالى جميل ويحب الجمال. يرحم جدك يرحم ابوك. الا هالحكي الا هالحكي لمرتي الا مع حق تزعل مني شيء. شوف من جهه مع حق تزعل، مع حق ولازم تزعل.
هلا انت معي ولا معه؟ لا انا مع الحق، انا مع الحق اخي نعيم. انه انا برايي انه الست لازم تغار على زوجها، ما هيك؟ لانه الغيره على الزوج هي دليل المحبه، اذا بتحبه بتغار عليه، اذا ما بتحبه ما بتغار عليه. بعدين انت المفروض تكون سعيد جدا بهالغيره، لانه هي دليل محبه، مو تكون زعلان. مو هيك انه ولا عم بيض انا؟ انت بتعرف رايي جميل، معناتها عم بيض.